شكرا لك عزيزي الكابتن عبد العزيز حسن نجم الكرة القطرية السابق ونادي قطر، وشكرا للكابتن القدير محلل قنوات الكأس أيضا الكابتن عبيد جمعة مدرب فريق نادي السد بطل آسيا عام 1988. أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم بهذه المصافحة الحارة التونسية الطابع من تونس الخضراء، العودة بعد أيام الفيفا إلى المدرجات الخضراء أيضا هنا باستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، الملعب الذي يعتبر ملعب فريق نادي السالية ضمن مباريات دوري نجوم كيو ام بي. وبالتالي المدربين التونسيين بعد أيام جميلة للكرة التونسية، نتحدث عن أيام الفيفا لأن تونس مع رجل عرفناه في ملاعب كرة القدم القطرية الكابتن نبيل معلول، ومع لاعب نعرفه بكل تأكيد في ملاعب كرة القدم القطرية لاعب نادي الاتحاد يوسف المساكني، وضع قدما في الأراضي الروسية صيف العام المقبل بإذن الله تعالى بعد أن فازت تونس على غينيا في تصفيات كأس العالم برباعية مقابل هدف هاتريك ليوسف المساكني وأسست. وبالتالي هنا لدينا الليلة يوم المواجهات العربية في دوري نجوم كيو ام بي على مستوى المدربين، لأن هناك في استاد ثاني بن جاسم بالغرافة يتواجه المدربين المصري محمود جابر مع فريق بوصلال ضد التونسي الآخر قيس اليعقوبي مع فريق النادي العربي. إذن مباراة سامي الطرابلسي مدرب فريق نادي السالية في مواجهة هذا الرجل التونسي أحمد العجلاني في تدريب فريق نادي الخرطيات بعد العودة من أيام الفيفا بما فيها من مباريات دولية، تصفيات أسيوية، مباريات ودية وتصفيات مونديالية إلى مباريات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر. قبل هذه المواجهة الغرافة يحقق فوزه الأول في دوري هذا الموسم بثلاثية في شباك الخور في هدفين لفلاديمير وايس، وقبل ذلك هدف لزميله البرتغالي أمادو رفع فريق نادي الغرافة إلى المركز السادس مكان نادي الخور. هنا يتواجه الفريق الذي يقدم عطاءات مميزة في دوري نجوم قطر فريق نادي السالية في مواجهة هذا الفريق أمامكم فريق نادي الخرطيات الذي يبحث أيضا هو الآخر عن فوزه الأول في هذا الموسم. الغرافة ترك الخرطيات والأهلي والمرخية بدون فوز في دوري الموسم الحالي، وهذا الحكم اللي رافق المباريات الأكثر جدلا هذا الموسم الكابتن عبد الهادي الرويلي يقود تحكيم مباراة الليلة. عبد الهادي الرويلي كان حاضر في ثلاث مباريات سابقة في موسم الحالي، مباراة المرخية والسد وما حدث بعدها في المكاتب ونجاح السد في خط النقاط الثلاث، مباراة أيضا لدينا بالنسبة لعبد الهادي الرويلي الأهلي والخور وهدف ماديسون المثير للجدل، وبعد ذلك المباراة الأكثر إثارة كانت بين الريان والتحيل في الجولة الماضية وفيها عديد العقوبات وعديد المشاكل والإشكالات التحكيمية لدى هو في المباراة الرابعة هذا الموسم وفي مساعدته كل من يوسف عارف وحمد العجي على الخطوط، ولدينا حكم رابع هو أحمد صالح والإضافة الأول نايف القادري والإضافة الثانية عبد العزيز موسى. هذه اللقطة الأكثر إثارة للجدل في مباراة الريان والتحيل كان أطرافها عبد الهادي الرويلي والإضافة الأول في مباراة ليلى نايف القادري، والحكم الرابع في أو حكم المساعد الأول في ذلك اللقاء خالد عايل. إذن السالية بعد انتصارين وهزيمة وتألق على مستوى الدوري يواجه الخرطيات ولديه تألق أكثر على مستوى بطولة كأس كيو اس ال التي عادت من جديد، والفريقان يعرفان بعضهم البعض لأنهما تواجها في هذه البطولة في جولتها الأولى وفاز الخرطيات 3-1 فيها ثلاثية الحاضر في دكة البدلاء عبد الله العنزي وهدف لمحمد مدثر. لكن الفريقين الحالي يختلف في الدوري، الرابع السالية برصيد 6 نقاط وهو يواجه الخرطيات بنقطة واحدة في المركز العاشر من خلال هذه المواجهة. تشكيلة الفريقين لمباراة السالية لمباراة الليلة، السالية بلا أي تغييرات على مبارياته السابقة بالنسبة لمباريات دوري نجوم كيو ام بي في تشكيلة عبد الرحمن عبد العزيز في حراسة المرمى بالرقم 21، أمامه ثنائي محور دفاع مكون من غانم هداف القحطاني بالرقم 6 وإلى جواره غريغوري دراغوس العائد من تشكيلة منتخب رومانيا بالرقم 29، إلى الميمنة حمد العبادي الظهير الأيمن 27 والظهير الأيسر في الجهة المقابلة عبد الكريم سالم العلي بالرقم 11، أمامهم ثنائي ارتكاز
تحدث عن محللينا الليلة بقيمتهم الثابتة، عمود فقري الفريق الكابتان ومجدي صديق بالرقم 5 وإلى جواره القيدوم نجم الكرة الجزائرية الحاضر في الموسم الحالي العائد من سيدان الفرنسي إلى دوري نجوم قطر بعد تجارب جميلة مع الزعيم العالمي فريق نادي السد الفوز بدوري أبطال آسيا 2011 والفوز بثالث العالم أيضا في ذات الموسم وأفضل لاعب في دوري نجوم قطر في عام 2014 نذير بالحاج بالرقم 39. ثم لدينا ثلاثي هجومي وهنا الخطأ في اللقطة الماضية عبد الرحمن عبد العزيز عزوز الذي نال الثناء في الفترة الماضية كاد أن يرتكب خطأ فادح أمام رشيد تبركنين اللاعب الذي يتألق مع فريق نادي الإخراطيات في المواسم أو في الموسم الماضي ومع بداية هذا الموسم لديه فقط هدف واحد كاد أن يستغل خطأ لعبد الرحمن عبد العزيز سالية في ثلاثة وسط هجومي على الميمنة الشاب تحت 23 عام عبد الله المري بالرقم 8 فلانتين لازار اللاعب الروماني الآخر بالرقم 10 وفاغنر رينر اللاعب الذي يتألق في الموسم الحالي بالرقم 87 لأن لديه ثلاث أهداف رفقة اللاعب الوحيد في المقدمة تيمور خوجة عبد الخالكوف اللاعب الذي يسجل في كل مباراة مع السالية منذ بداية هذا الموسم وبالتالي لديه ثلاثة أهداف الأوزبكي بالرقم 14 4-2 3-1 تشكيلة نجم كرة القدم التونسية وصاحب الخبرة الكبيرة على المستوى التدريبي وصاحب الاستقرار الأكبر وهو سر من أسرار تألق السالية بداية هذا الموسم الكابتن سامي الطرابلسي. نذهب لأحمد العجلاني تعادل واحد وهزيمتين يبحث بكل تأكيد عن أول انتصار لأن جاه من شبح المؤخرة يلعب الليلة ولديه تغيير واحد فقط بخروج أحمد عبد الحي عيسى ودخول عبد الهادي نعمان وكليهما تحت 23 هجوم الإخراطيات تدخل غانم هداف في اللقطة الماضية يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب رامي التماس تلعب الكرة تمريرات متبادلة للاعبي الإخراطيات محاولة التمرير وسط بهذا الشكل أنور ديبا يبحث عن إصابة المقدمة التسديد في أحضان عبد الرحمن عبد العزيز الكرة الماضية تأتي من اللاعب رقم 21 عبد الهادي نعمان هذا الرجل الذي نتحدث عنه يتواجد لأول مرة في تشكيلة مباراة الليلة هذا اللي كنا نتحدث عنه عبد الهادي نعمان تشكيلة الإخراطيات في مباراة الليلة أحمد سفيان في المرمى 44 أمامه ثنائي الدفاع سنتحدث بعد هجمة مجدي صديق لأنه يتقدم من الجهة اليمنى يمرر خطيرة هنا التمرير ما كان بالشكل المطلوب فرصة عبد الله المري للتسديد كانت أفضل فضل إعادة الكرة إلى تيمور عبد الخاليكوف لكن الكرة تقطع من لاعبي الخطيط سهل المهمة عبد الله المري في اللقطة الماضية من لاعبين الشبان الذين يتواجدون في التشكيل الأساسي للفريق الشواهين فريق نادي السالية هكذا يحبون أن يسمون لأننا نتحدث عن السالية أعيادة في أكتوبر في العاشر من أكتوبر اليوم اللي تأسس فيه نادي السالية باسم نادي القادسية عام 95 وبالتالي 22 عام عمر نادي السالية في مواجهة فريق يصغره بسنة واحدة عام 96 فريق نادي الإخراطية ابتدى باسم الهلال والصواعق اليوم أحمد سفيان في المرمى وأمامه ثنائي قلب الدفاع محمد عبد الرحمن بالرقم 4 وأوليغانيرو موي بالرقم 28 إلى الميمنة يتواجد محمود سعد لاعب كل المهام على الجهة اليسرى بالرقم 22 كظهير أيسر وإلى الجهة اليمنى شوفون الكرة عبد الله المري فرصة تسجيل شك إن فيها تسلل فضل إعادة الكرة إلى الخلف التعامل ما كان بالشكل المطلوب المهدي الخماسي الظهير أيمن بالرقم 25 أمامه ثنائي ارتكاز محمد سلام بالرقم 14 محمد عبد الرب بالرقم 10 ومن ثم لدينا ثلاثي وسط هجومي مكون من عبد الهادي نعمان إلى الجهة اليمنى رقم 21 وإلى الجهة اليسرى اللاعب الأكثر خبرة في الملاعب القطرية لدينا أنور ديبا بالرقم 8 وما بينهما أوزبكي آخر في مباراة الليلة تحدي الأوزبك سنجار تورسانوف بالرقم 17 والمقدمة لرشيد تبركانيان أو تبركاني كما يحب دائما أو كما يطلق عن مغربي آخر في تشكيلة مباراة الليلة بالرقم 15 المغاربة في صف الإخراطيات الأوزبك متوزعين لدينا السنجار في الإخراطيات ولدينا تيمور في تشكيلة فريق نادي السالية بداية المواجهة الفريقان يلعبان بذات الشكل والشاكلة 4-2
3-1، كل منهم يطمح للفوز السريع للتقدم أكثر في سلم الترتيب، وهو الذي احتل الصدارة في الجولة الماضية ليوم واحد فقط قبل أن تعود إلى الدحيل والسد بعد أن تجاوزاه في الجولة الماضية الغرافة والريان من خلال مباريات دوري نجوم كيوبي. هجوم عبر الجهة اليمنى، ممكن نشوف كرة عكسية من سنجار داخل منطقة الجزاء، تدخل دراغوس، لديه أيضا هدف واحد. نتكلم عزيز المتابع عن قوة هجومية في 66 هدف اللي أعرزت في الدوري، لدينا ثلاث خطوط هجومية هي الأقوى في دوري نجوم كيوبي. أنت تتكلم عن الدحيل وهذا طبيعي لأنه موجود في صدارة الترتيب، وتتكلم عن ريان للقوة الهجومية التي سجل من خلالها هو الآخر 10 أهداف. السيلية أيضا من الخطوط الهجومية القوية معهم، سجل أيضا 10 أهداف في 3 مباريات، 5 منها فقط في شباك مرمى نادي المرخية، 3 منها لتيمور وواغنر رينر حاضرين في تشكيلة مباراة الليلة. تلعب الكرة، عادت من جديد، ممكن تشوف التسديد ما بين الفريقين اللذان استعدا في الصيف بالنسبة للإخراطية في صبنجة في تركيا، وبالنسبة للسالية في طبرقة في شرق شمال غرب تونس الخضراء هناك على الحدود الجزائرية، وبالتالي سهلت عليه فرصة الحصول على العديد من المباريات الودية المميزة أدخلت في الموسم الحالي، بالإضافة لاستقرار التدريبي، الاستقرار على المحترفين. فقط نظير بالحاج هو الأجنبي الوحيد الذي يتواجد كجديد في الموسم الحالي، لأن البقية لازار ودراغوس بالنسبة للرومانيين في فريق نادي السيرية هم من الموسم الماضي، وتيمور عبد الخالق أنه الفريق مع الفريق في الموسم الماضي. مجدي صديق الخبرة الكبيرة يمرر الكرة إلى واغنر رينر، سجل هدف جميل في الجولة الماضية، صاروخية في شباك المرخية، مباراة هو من افتتح باب التسجيل فيها، وهي التي انتهت بالانتصار الكبير بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف. خطأ للواغنر رينر، بداياته كانت هنا، هو يعرف هذه الأرضية جيدا لأنه لعب مع الأهلي في البدايات قبل أن ينتقل الجيش ثم العربي. غانيرو لاعب خط الدفاع في مباراة الليلة القادم من ترجي جرجيس التونسي في الموسم الحالي، يتواجد مع فريق نادي الخرطيط في أول مواسمه، يسعى لتقديم عروض جيدة لكن حتى اللحظة الأمور لا تسير بالشكل المطلوب. ركلة حرة لفريق السيلية، الدقيقة 10، لدينا نذير بالحاج على التنفيذ. نذير الخبرة الكبيرة التي تمثل إضافة لفريق المدرب سامي الطرابلسي، صراع غانم هداف، صراع كل مدافعين اللي في الشاشة أمامنا الكلوز عليهم كل المدافعين، دراغوس وغانم هداف ومدافع فريق نادي السيلية ألو غانيرو موي. ركلة حرة ألو غانيرو موي، الركلة الحرة للنذير داخل منطقة الجزاف بالرأس، أحضان حارس المرمى أحمد سفيان، ما ألبست على رأس اللاعب واغنر رينر، ذهبت بسهولة إلى أحضان حارس المرمى أحمد سفيان. أحمد سفيان بداية الموسم على الخرطيات إلى الدحيل ومن ثم العودة إلى الخرطيات ليمثلهم في الموسم الحالي. كرة وصلت عبر الجهة اليسرى، بداية هجوم لفالنتين لازار، فالنتين ماريوس لازار الروماني بطل أو وصيف كأس الروماني عام 2016. هذا التقدم عبر الجهة اليسرى، المرور بشكل جميل، تيمور موي يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الطبيعة أن نشاهد ضغط للاعبي فريق نادي السيلي، لأن الذي تحدث عن ذلك هو إدارة الفريق منصور موسى حين سأل زميلنا محمد إدهام قبل أثناء الاستوديو التحريري عن رأيه بكلام وليد المناعي مدير فريق نادي السيلية عن ثقته الكبيرة بأداء فريق نادي السيلية، قال طبيعي السيلية قادم من انتصارين وهزيمة، ونحن قادمين فقط من تعادل وهزيمتين، وبالتالي بالطبيعي أن يكون لدى السيلية الثقة الكبيرة، والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. لكن بالتأكيد الصواعق والخرطيات بكل تأكيد الليلة ما راح تسعى لأن تترك هذه المباراة تفلت من يديهم، وهم الذين يقدمون عرض إيجابي جدا في مجموعتهم في بطولة كأس كيو اس ال. خرطيات بالثلاثة هزم السيلية في كيو اس ال، ثلاثية عبد الله النزل متواجد على مقاعد البدلاء، و4-2 على الخوض، هاتريك تبركنين وهدف لألو جانيرو موي الذي يتواجد في مباراة الليل على العكس السيلية
خسارة وتعادل في كأس كيو السن. التركيز بالتأكيد على الدوري أكثر. 3-1 أمام الخرطيات والتعادل 3-3 مع قطر. هدفي تيمور وهدف محمد مدثر. لكن تنشد على الحال حال مختلف في بطولة الإصرارات والأهداف الغزيرة من نصيب السالية والهزائم وتعادل واحد من نصيب الخرطيات. تلعب الكرة بالتأكيد مباراة مهمة مع البدايات محاولة تثبيت الأمور بالنسبة للخرطيات محاولة إنقاذ المصير لأحمد العجلاني الذي لا يحصل على أي انتصار وبالتالي هو يبحث عن الانتصارات الليلة. استلام للمدافع دراغوس غريغوري دراغوس الرقم 29 عرف في استوى او في دينامو بوخارست والبدايات كانت مع تيمو سوارا الروماني والنهائيات مع تولوز الفرنسي قبل ان ياتي الملاعب القطريه في الموسم الماضي هنا في ملاعبنا المحليه ليستقر هناك مع الساليه. ملعب الساليه ملعب النادي الاهلي لكن الساليه الهزيمه الوحيده له في الدوري كانت على هذا الملعب ملعب استاذ حمد بن خليفه بالنادي الاهلي خسر امام فريق نادي السد بثلاثيه مقابل هدف بالنسبه للسيليا. هنا في استاد حمد بن خليفه بالنادي الاهلي ملعب التاريخ ملعب الذي شهد استضافه نهائي كاس اسيا 88 شهد هدف تاريخي لجعفر عمران اللاعب العراقي في شباك اليابان في الدقائق الاخيره اخرج منها اليابان من كاس العالم 94 وشهد ايضا نهائيات والعديد من النهائيات البطولات المحليه والكؤوس والعرباويه يعرفون من 20 سنه اخذوا اخر كاس لهم ككاس ولي العهد. حللنا القدير عادل ملا سجل على المرمى اللي يتواجد فيه حارس الساليه عبد الرحمن محمد عبد العزيز هدف الفوز بركلات ترجيح على حساب الريال. بالتالي هذه الذكريات الجميله لهذه المدرجات الخضراء الهجوم للساليه اليوم من يفتح الصفحه الجديده من الخرطيط يبحث عن صفحه جديده الساليه يبحث عن استمرار الصفحه الناصعه بالتالق والتالق من خلال بطوله الدوري في الموسم الحالي والتطور على مستوى جدول الترتيب. الساليه الرابع واخر مره كان في المركز الرابع في 2014 الموسم الخيالي للساليه في المربع والوصول لنهائي كاس سمو الامير وموسم اداره الساليه حصلت على جائزه افضل جهاز اداري وهذا الرجل امامكم حصل على جائزه افضل مدرب للموسم الكابتن سامي الطرابلسي. رمي تماس على الجهه اليسرى دين الليله عبد الكريم سالم العلي هدف واحد هذا الموسم في هذا الملعب في شباك السد 3-2 وفيها عبد الكريم سالم العلي استدعي ايضا للعنابي في مباراتي الوديتين امام سنغافوره ومن ثم كوراسوا. هنا الكره وصلت الى رشيد تبركانين المغربي تقطع الكره قبل ذلك او بعد ذلك تاتي صافره عبد الهادي الرويلي حكم المباراه خطا على غانم هداف القحطاني مدافع الفريق رجل ايضا كل المهام معسكر طبرقه دال لبرنامج المعسكرات على شاشه قنوات الكاس طموح طموح اي لاعب يقدر الالتحاق بتشكيله العنابي 68% سيطره الساليه والبقيه هي للخرطيات الذي يبحث عن الاهداف اكثر من الارقام في موقعة الليله. نتكلم عن غانم هداف القحطاني ولاعب مميز لعب كره عكسيه سجل منها هدف جميل في مباراه المرخيه في الجوله الماضيه. هنا محاوله التقدم عبد الله المري وانتو مع مجدي صديق لكنه يقف على الكره وبالتالي البطء موجود في وسط الملعب ثم تقطع الكره بدايه الهجوم تصل الكره انور ديبا لمسه مغربيه الى مغربيه اخرى الى تبركانين تقطع من جديد. عاد المغرب ايضا هي في الاسبوع الفيفا داي اسبوع جميل للمنتخبات العربيه صعود مصر لكاس العالم وخروج او اقتراب تونس من التاهل ونجاح المغرب في ان تصبح على مرمى حجر هي الاخرى بشرط التعادل مع ساحل عاج نوفمبر المقبل ليتصل لكاس العالم. خطيره الكره الى خارج الملعب. بالحديث عن كاس العالم تيمور خوجة اللي كان في المعسكر حديثه الاكبر همه الاكبر ايضا الوصول مع اوزبكستان الملحق لكنها خرجت كاد ان يسجل رابع اهدافه هذا الموسم في رابع مباراه على التوالي لكن كرته ذهبت في الشباك الخارجيه. نعم تيمور خوجة عبد الخالقوف لاعب يقدم عطاءات مميزة
في دوري نجوم كيومبي في الموسم الحالي، هداف الدوري الأوزبكي عام 2016 برصيد 22 هدف، كاد أن يسجل هدف الافتتاح في مباراة. عادة للخلف ومن ثم أصبح الطويل الأمامي، لكن تيبر كانين متواجد في أول موقف تسلل على الإخراطيات في مباراة اليوم براية حكم المباراة المساعد الأول يوسف عاد. تيبر كانين وكليهم بالنسبة لتيبر كانين وبالنسبة لأنور ديب، أنولد في الأراضي المغربية، ولدوا في الأراضي الهولندية. تيبر كانين ابن أنتويرب وأديبة ابن أوتريخت. بالنسبة لتيبر كانين يمر على أياكس مدرسة الهولندية العريقة، باير ليفركوزن، فيسكا صوفيا وأولمبيك خريبكا والمغرب الفاسي، ومن المغرب الفاسي إلى الإخراطية 7 أهداف في الموسم الماضي. مقارنة النجوم كانوا حاضرين مع زميلنا المعيد خالد الشمري، تيبر كانين وتيمور اللي سجل 9 أهداف في الموسم. عبد الله المري محاولة التقدم وسط الملعب، تمرر الكرة بهذه الطريقة، نذير بن حاج يمرر وينطلق، يترك الكرة لمجدي صديق، مجدي من جديد إلى نذير، نذير عبر الرواق الأيسر يتقدم، هكذا هذا المكان الذي يعشقه نذير دائما الجهة اليسرى، يمرر الكرة، دخول لمحمد عبد الرحمن في اللقطة الماضية وخطأ في الكرة الماضية عرقلة. يبدو أن الواقع على أرضية الملعب هو فالنتين لازار، نعم بالفعل لازار الروماني. برازيلي برازيلي محمد عبد الرحمن شعير ببرازيلي التجارب في المواسم الماضية، واحدة فقط مع العربي 2014-2015 سنوات كلها مع الصواعق الخرطيات في قلب الدفاع الليلة مع المدافع أولوغانيرو موي. 20 دقيقة، 0 السالية 0 الخرطيات، البحث عن إصابة أولى في هذا المساء. 17 مباراة سابقة، تعادلات قليلة بين الفريقين. نتكلم عن 10 مباريات الأخيرة أو 11 مباراة الأخيرة، تعادل واحد فقط. ضربة حرة، واغنر رينر الاختصاص يلعب الكرة بالرأس، تذهب من غانم القحطاني إلى خارج أرضية الملعب. شيكو للمساعد، ضربة ركنية، كرة إذن في ألوغانيرو موي. ألوغانيرو موي حمد العجي يحتسب ويشير إلى عبد الهادي الرويلي بأن الكرة ركنية من الجهة المقابلة لحارس المرمى أحمد سفيان. نتكلم عن المباريات الفريقين 17 من 2008، فيها 5 انتصارات للسالية، 7 انتصارات للإخراطيات، 5 تعادلات، كعب الإخراطيات أعلى في المواجهة، 19 هدف للسالية، 23 هدف للإخراطيات. الهدافين في تلك المباريات لم يعودوا حاضرين، تحدث عنهم بعد الركنية التي تنفذ لصالح السالية. الشواهين يبحثون عن التحليق في هذه المباراة، لكن الكرة في الشباك الخارجية لحارس المرمى أحمد سفيان. نذير حاول اللعب على القائم القريب حيث يتواجد غانم القحطاني المدافع الذي يجيب دور الهجمات والكرات الثابتة مع زميلة غريغوري دراغوس. الهدافين قلنا غايبين، فوزي عايش وراؤول لوي ما عادوا موجودين مع السالية، حسن عبد الفتاح ويحيى كيبي ما عادوا موجودين مع الخرطيات، لكن محمود سعد في مكان مختلف عن التهديف، موجود في الظهير الأيسر، سجل 4 أهداف في 10 مباريات الأخيرة بين الفريقين. هذه أول مواجهة بينهم في الجولة رقم 4، ما تواجهوا قبل في جولة رقمها 4 في دوري النجوم. أول مواجهاتهم التاريخية كانت ايضا في اكتوبر وفيها تعادل 2-2 عام 2000 في كاس الشيخ جاسم التنشيطيه، البطوله التي كانت عباره عن مجموعات قبل ان تتحول الى سوبر. في اكتوبر تقابلوا 6 مرات والفوز الاخراطيات في 4 والساليه يفوز مره واحده والتعادل مره واحده. بكل تاكيد الماضي للاخراطيات في المواجهات المباشره للخرطيات في اكتوبر للخرطيات، لكن السالية يريد ان يكتب الحاضر والخرطيات يتمنى ان يدمج الماضي مع الحاضر لان يعود في سلم الترتيب. فوز اذا ما حدث راح يكون في مرتبة افضل من المركز العاشر، 4 نقاط ثاني تقدمه للامام بان يصل الى المركز السابع مع الخور. وانتو بشكل جميل، التغطية حاضرة
أمام المهدي الخماسي يلعب الليلة على الجهة اليمنى كظهير أيمن، لديه هدف واحد أيضا في دوري الموسم الحالي. هنا التمرير خلف المدافعين، محمد عبد الرحمن يتدخل قبل نذير بالحاج الذي يعترض على سوء التمرير بالنسبة لزميله غريغوري دراغوس. في التمرير تذهب إلى خارج أرضية الملعب، رمي تماس صالح السيلية. شوف الكعب أنور ديبا، يا سلام سلام يا ديبا. تمريرة وكعب وكوبري، وهنا التغطية كانت حاضرة لفلنتين لازار. شوف المهاجمين كيف يقومون بأداء الأدوار الدفاعية. هنا محاولة التقدم وخطأ وعرقلة، خطأ وعرقلة لصالح عبد الكريم. سالم العلي من اللاعبين اللي كان تأسيسهم مع نادي الريان يتواجدون حاليا مع فريق نادي السيلية. لدينا عبد الكريم الظهيرين تأسيسهم في الريان، وحمد العبيدي مع السيلية حاليا. غانم هداف وعبد الله المريلا من التأسيس من الصبا وهم أبناء نادي السيلية. التمرير نذير بالحاج 1-2 في منتصف ملعب فريق نادي السيلية، تذهب إلى عبد الكريم سالم العلي مع فالنتين لازار ومع واجدن رينر في وسط الملعب. مرت لحمد العبيدي، جبهه هجوميه على الجهه اليمنى، يا سلام على حمد، يلمها بالكعب بشكل جميل، يعمل اوفرلاب ومن ثم يسدد. الكره تصطدم بالوغانيرو اموي. مجدي صديق يلعب عكسيه على القائم البعيد، احمد سفيان اعلى من الجميع يستلم الكره. كابيتانو يلعب الكره الماضيه بهذه الطريقه، اللاعب اللي عرفناه في كره القدم القطريه مر مع اغلب الفرق، مع الكثير من الفرق. تيبر كانين كره تطول خارج ارضيه الملعب، يبحث عن الخطا. عبد الهادي الرويلي يقول ما فيها شيء، ما فيها شيء. صراع مع غريغوري دراكس، صراع مهاجم مع المدافع، هذا طبيعي طبيعي في التهامات. يرى تيبر كانين ان هناك دفع مبالغ فيه وبالتالي كان يستحق الحصول على الخطا، لكن عبد الهادي الرويلي كان له راي اخر بكل تاكيد. استلام موجود وسط الكرة في منتصف الملعب، من الأداء سريع، كرة محصورة في وسط الملعب، الفرص قليلة بين لاعبي الفريقين، الأخطاء في التمرير كثيرة وبالتالي الكرات تصل بسهولة إلى أحمد سفيان. هنا واجنر رينر لاعب المعول عليه أن يؤدي دور كبير في مباراة الليلة مع تيمور عبد الخاليكوف. هذا الرجل أحمد العجلاني 56 عام، البدايات من الإتوال دي ساحل في تونس الذي ينتظر اسبوع مهم على مستوى السيميلا فينال دوري ابطال افريقيا حين يواجه الاهلي المصري، ومن ثم الى الدوري السعودي، هناك برز مع عديد الانديه، ومن ثم اولمبيك اخريبكا يدرب من العام 1990 27 عام، مسيره تدريب كبيره للمدرب القدير احمد العجلاني. بعد 98 كان سامي طرابلسي متواجد في مارسيليا يواجه فرنسا في او يواجه انجلترا منتخب الاسود الثلاث في كاس العالم عام 1998، وخسرت فيها تونس امام انجلترا بهدفي بول سكولز والان شيرر، كان هو الكابتن. يا ما الشنب سامي طرابلسي، البنيه الجسمانيه، خط الدفاع، حاتم الطرابلسي، خلف شكري الواعر، مهدي بن سليمان، غيث الغضبان، معللنا عادل السلامي، اسكندر سويح مع المدرب البولندي القدير هنري كاسبر جاك. هذه مسيره تدعو للفخر للكابتن القدير سامي طرابلسي على مستوى كره القدم التونسي. 52 مباراه دوليه كلاعب، يعني تواجد مع السيليه يسعى لتحقيق الطموحات، بالتأكيد بعد الوصول إلى مباراة نهائية لكأس سمو أمير البلاد المفدى والخسارة أمام السد بالثلاثة لا يمنع أن يكررها من جديد، ولا يمنع أن يتألق قبل ذلك على مستوى الدوري وأن يكون من الأربعة الكبار. الكرة وصلت، شوف المثلث الجميل للاعبي السيلية، يا سلام على المرور لفاجنر رينر، مثلث جميل كان من لازار واجنر ونذير بالحاج، تنتهي بقطع الكرة. هنا التمريرة طويلة خلف المدافعين، يلحق ما يلحق عبد الهادي نعمان، ما يلحق الكرة الطويلة إلى خارج أرضية الملعب، تصبح ضربة مرمى لدى عبد الرحمن محمد عبد العزيز عزوز اللي وجد نفسه في
في الموسم الحالي في مقدمة الصفوف التالية الحاضرة محمد عبد الرحمن، لأن مع خروج إيفينالدو وجد نفسه هو المعوض الرئيسي له في حراسة المرمى مع مدرب الحراس شامل جزير، وبالتالي كان المجهود عليه أكبر، لذلك خط دفاع السالية لم تهت الشباك سوى في 6 مناسبات بنسبة كبيرة تعتبر. حارس يتواجد الموسم الحالي بالتأكيد الأمور ما راح تكون سهلة بالنسبة له، بالنسبة للخلطيات 7 أقل التقدير. السالية سجل 10 أهداف والخلطيات لم يسجل سوى 3 فقط، هدف في كل مباراة. وصل الملعب نذير بالحاج سيطرة أكثر بكل تأكيد للسالية مع الدقيقة 28، لكن الأمور تبدو مختلفة، السيطرة ليست كل شيء. طبعا هناك استاذ ثاني بن جاسم بالغرافة أم صلال مع مدرب الشهر في سبتمبر المدرب القدير محمود جابر، يتقدم العربي بهدف يانك ساكبو الإيفواري في الدقيقة 7. مباراة تشاهدنا حاليا على الكاس 1 من المباراة على الكاس 2 بين السالية والخلطيات. عبد الله المري محاولة لعب باص عيون في اللقطة الماضية لكن كرته تذهب إلى خارج أرضية الملعب. اللاعب الشاب الذي يجد نفسه في الموسم الحالي يستفيد من لاعب تحت 23 عاما، بالتالي هو يتواجد في التشكيل الأساسي. عبد الهادي النعمان يعوض أحمد عبد الحي عيسى كلاعبين تحت 23، لكن ممكن في الشوط الثاني نشوف عبد الله العنزي يتألق في بطولة كأس كيوس ال بالنسبة لفريق نادي الخلق. تمرير نذير بالحاج وسط الملعب، نذير دائما يبتدئ الهجمات، يلم الكرة يمررها تنقطع بالخطأ لمحمد عبد الرب، خطأ على أنور ديبا. ضرب لقدم نذير بالحاج، لدينا سداويين سابقين يتواجهان في منتصف الملعب، مجدي صديق ومحمد عبد الرب. كليهما تواجد في السد لكن مجدي صديق بدا مع المرخيه، ذهب للخور الريان، فالسد العربي والغرافه، ومن ثم الى الساليه 54 مباراه دوليه ب3 اهداف بالنسبه لمجدي صديق مع العدنابي. نذير بالحاج، نذير يمرر عبر الجهه اليسرى، عبد الكريم سالم، فلانتين لازار رغم المضايقات بالفعل، برافو عبد الهادي الرويلي، تحسب لعبد الهادي الرويلي الكرة بعد نصف ساعة من اللعب على سنجار ترسانوف، مضايقة سنجار ومضايقة المهدي الخماسي. الخماسي قبل ذلك أو قبل ذلك كانت مع سنجار. قال شوف إشارة عبد الهادي الرويلي، أعطى الأدفانتج ومن ثم احتسب خطأ بعد أن ذهبت الكرة. بعد نصف ساعة من اللعب حكم المباراة عبد الهادي الرويلي يأمر بووتر بريك راحة، لأن نسبة الرطوبة 39 مع درجة حرارة 32، بدأ الجو يتحسن بكل تأكيد، بدأ الجو يتحسن والرياح تصب في اتجاه مرمى السالية لكنها غير مؤثرة. وهنا مخرج النقل يمتعنا ببعض لقطات السلو موشن فيها المشاعر تظهر بدقة أكبر بين اللاعبين. أنا آخر لقطة لتسنجر تورسنوف، عبد الهادي نعمان ويحاول المرور ويسدد أول تسديدة للخلطيات في مباراة الليلة. هل تحلق الشواهين بالثلاث نقاط أم لدى صواعق السالية رأي آخر؟ أيام الماضية الحديث الصحفية، المؤتمرات الصحفية بعد المباريات، صحفنا المحلية والأخبار المتتالية، السيرية عقد الجمعية العمومية، وبالتالي أصبح السيد علي بن راشد المري هو نائبا للرئيس بديلا لعبد الله المالكي، الرجل الذي اعتذر عن مواصلة مشواره كنائب لرئيس نادي السيرية. محمد علي المري تحدث وقال تو الناس على السيرية لكن البداية تبشر بخير. فاغنر قال وجود الطرابلسي كان حافزا قويا لي لاستمر موسمين مع الفريق، فهو من افضل المدربين الذين عملت معهم طوال مسيره الطرابلسي. تحدث عن مواجهه الخلاطيات بان الاصعب لنا واستفدنا
من فترة التوقف. هذا الكلام كان في جانب النيرة زوري كرة القدم القطرية فريق نادي السيرية. بالنسبة لجانب الخطية التبركانين تحدث وقال خسارتنا أول مبارتين في الدوري ثم التعادل مع الخور لا يقلقنا، حيث أن الفريق يضم لاعبين على مستوى عالي وقادر على تجاوز تلك النتائج. أنور ديبا قال المباراة مع السيرية صعبة والمشوار ما زال طويلا، والعجلاني طلب الصبر وقال نحتاج للصبر، نحترم السيرية، ثقتي كبيرة في اللاعبين للتعويض. هكذا هي الأمور، هذا ما قالته الصحافة، هذا ما قالته جرائدنا المحلية على لسان هؤلاء اللاعبين في لقاءات خاصة في مؤتمرات صحفية قبل هذه المباراة بالنسبة للقاء السيرية والإخلاطيات والذي تشير له ساعتنا بعد منتصف اللعب في شوط المباراة الأولى وبعد نصف ساعة من انقضاء المباراة إلى التعادل السلبي بدون أهداف. كلاهم عسكر في موفنبيك، هناك عسكر في موفنبيك من أجل هذه المباراة. 64% نسبة سيطرة السيرية، 36 للإخلاطيات، ما زالت الأرقام تصب في صالح السيرية قبل الجولة وأثناء المباراة. المباراة الأهم نتيجة النهائية، نستمتع بالأرقام والإحصائيات ستاتستيك، كم سدد من سجل من أعطى، لكن في نهاية المطاف النتيجة النهائية والثلاث نقاط راح تصب نحو من؟ هذا هو السؤال الأهم بالنسبة للاعبي هذه الفرق بالنسبة لدوري نجوم كيوبي. طموحات بحث عن لقب الدوري، دوري فيه حتى اللحظة السد والدحيل بالعلامة الكاملة. هنا الكرة استلام بشكل جميل لنذير بالحاج، إلى ويدخل لداخل ويلعب الكرة بهذه الطريقة إلى لازار بالكعب، لازار إلى تيمور يخرج من منطقة الجزاء يلعب، تبعد الكرة بهذه الطريقة محمود سعد، وسط بهذه الطريقة لعبد الكريم سالم، عبد الكريم سالم إلى تيمور عبر الجهة اليسرى، تيمور يفكر بالتسديد ويبحث عن التسديد، كرة تيمور إلى خارج أرضية الملعب، لاعب الأوزبكي بونيت كور بختكور ولوكوموتيف طشقند يسدد بهذه الطريقة. أربع أهداف، أربع مباريات دولية وهدف واحد مع الدب الأبيض منتخب أوزبكستان، هكذا يحب جمهور أن يلقب المنتخب الذي خرج من الملحق الآسيوي بعد التعادل مع كوريا الجنوبية ونجاح المنتخب السوري في تجاوز المنتخب الإيراني بالتعادل، هدف قاتل مرسوم. هذا التعادل تجاوز من خلال المنتخب السوري أوزبكستان إلى الملحق الذي كان في الأسبوع الفيفا داي الماضي وخرج بعد عرض مميز أمام منتخب أستراليا. أستراليا في الملحق مع الهندوراس، بيرو راح تواجه نيوزيلندا، هذا هو الملحق العالمي للمونديال. قربت المباراة، هنا الكرة خطيرة، الوصول راية التسلل من جديد للمرة الثانية، هذه المرة من نصيب محمد عبد الرب. لاعب بدا مع منتخبات الوطنية ولعب في كأس العالم 2005 الناشئين بالنسبة لمنتخب لاعب محمد عبد الرب، المنتخب الأول مع فريق نادي السد، وشقيقة أيضا مرة من فرق كأس العالم للناشئين، بطولة كأس العالم للناشئين، لكن فترة التسعينات تلفون مع قطر شقيق محمد عبد الرب. كلهم الناشئين، منتخبات الناشئين، اجيال محمد عبد الرب في الجيل الاخير اللي لعب بالنسبه للكره القطريه في كاس العالم للناشئين كان في 2005. استلام موجود، انور ديبا يمرر رشيد تبركانين، هجمه مرتده سريعه في مواجهه الروماني، يمر خطير تبركانين يسدد، جول يا كبير يا تبركانين، نعم رشيد تبركانين يتألق ويحرز اول اهداف المباراه، قلنا لكم ما
نعم الأرقام لا تفيد في نهاية المطاف الأهداف، الثلاث نقاط هي من يفيد. نعم تبركانين جربعان دراغوس وضع الكرة أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى عبد الرحمن عبد العزيز، يعلن عن افتتاح باب التسجيل للأخراطيات. نعم رشيد تبركانين يسجل ثاني أهدافه مع فريق نادي الإخراطيات في المباراة الثانية على التوالي، يسجل سجل في المباراة الماضية في مرمى الخور، يعود من جديد ليصعق السالية بهدف في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول. سجل تبركانين، سجل تبركانين، تبركانين في الأربع مباريات الأخيرة أو في الخمس مباريات الأخيرة، نتكلم عن مباراتين في الدوري أو أربع مباريات، ومباراتين في الدوري ومباراتين في كأس كيو اس ال، الرجل مسجل خمس أهداف، ثلاثة منها في مرمى الخور في كيو اس ال، واحدة في مرمى الخور في الدوري، واحدة حاليا في مرمى السالية، وبالتالي خمس أهداف لتبركانين في الأربع مباريات الأخيرة. بالتالي المغرب من أنتويرب هناك حيث البدايات، يفتتح باب التسجيل في شباك فريق هذا الرجل الكابتن سامي طرابلسي. طرابلسي اللي الراية أبرزت تصريح له اليوم في الصفحة الرئيسية بأن السالية مثل برشلونة بيب وبرازيل الثمانينات على مستوى فريق نادي السالية، وتحدث عن هذه المباراة في المؤتمر الصحفي، أداء الفريق، متعة اللي قدمها، طريقة التجانس، لكن حتى اللحظة الأوصاف السالية أكثر سيطرة بدون تهديد على شباك فريق هذا الرجل الذي لا يستطيع الاحتفال لأنه سجل مبكرا أيضا أمام الخور قبل أن يتعادل في الدقيقة الأخيرة عن طريق المتألق ماديسون فورماجيني كاريدادي الشهير بماديسون لاعب فريق نادي الخور. بالتالي الأمور بالنسبة للسالية حتى اللحظة في الشوط الأول سيطرة نعم لكن بدون خطورة. 40 دقيقة أليجانيرو موي هو الذي يرتكب الخطأ وفيه ضربة حرة لصالح فريق السالية بالدقيقة 40، 1-0 لصالح فريق نادي الإخراطيات في الدقيقة 38 عن طريق رشيد تبركانين. سجل تبركانين أمام أنظار زملائه في مقاعد البدلاء. ركلة حرة للسالية البحث عن هدف قبل الذهاب إلى حجرات الملابس. نلعب في الدقيقة 40، رينر يلعب الكرة بالراس، كور لانسو. نعم تيمور خوجة عبد الخالقوف يسجل رابع هدف على المباراة الرابعة على التوالي. يا كبير يا تيمور، شوف الكرة في النقطة الماضية ما حد معاه، محمد عبد الرحمن ذهب للكرة وترك الأهم تيمور خوجة، هو الذي يسجل هدف التعادل سريع سريع. نعم السالية سريعا لا يترك الأمور تذهب بعيدا بالنسبة للإخراطيات، وبالتالي يسجل هدف التعادل في المباراة الرابعة على التوالي. نعم هو الوحيد وحده في دوري نجوم كيو ام بي تيمور خوجة عبد الخليكوف الوحيد اللي يسجل في كل مباراة للسالية هذا الموسم. دقيقتين ولا أروع ولا أجمل، تتكلم عن هدف الدقيقة 38 للمغربي رشيد تبركانين، الرد السريع عن طريق تيمور عبد الخاليكوف يسجل في الدقيقة 40. هذا نساني أهن الأخصائي العلاج الطبيعي في فريق نادي السالية أنس أبو السباع، اللي اليوم فريق نادي السالية في معسكرة في فندق الموفنبيك احتفل بعيد ميلاده 36، عمره 36 سنة أنس أبو السباع، بس الثلاثينات هذه في مباراة الليلة كلها أهداف، كلها أهداف جميلة، وبالتالي كل عام وأنت بخير للأخصائي العلاج الخلوق أنس أبو السباع، عمره 36 سنة والعمر كله بإذن الله تعالى احتفل اليوم إدارة السالية بعيد ميلادك، تذكرت 36 بس
مباشرة الأهداف أتت، وبالتالي الأهداف متعة كرة القدم. والحديث على الأهداف، العودة الآن للإخراطيات، بالتالي هذا الهدف ممكن يأتي هدف ثاني، بالتالي متعة الأهداف تأتي في مباراة الليلة. استلام لفالنتين لازار، أصبح اللعب أسرع، اللي ننتظره في مباراة الليلة هو الذي يحدث. حمل عبد الرحمن الكرة، هدف أتركه على طاولة عبيد جمعة وعبد العزيز حسن. كيف تحرك محمد عبد الرحمن وترك تيمور خوجة عبد الخاليكوف الذي كان بالرقابة، وتيمور لقى كرة من واغنر باردم بالردم قشرها على راسه مباشرة في شباك أحمد سفيان، لا يلام عليها أحمد سفيان، بالتالي تأتي إصابة الرد لصالح فريق السيلي. هجوم سنجار تورسنوف، مواطنك سجل وبالتالي سنجار يلعب على الجهة اليمنى، يسعى لأن يقوم هو بالتأثير الذي يقوم به مواطنه في الجهة الأخرى، لكن مواطنة راس حربة يسجل. وسنجار كانت له تجربة سابقة في ملاعبنا مع صقور برزان نادي أم بصلان، بقية التجارب كانت مع لوكوموتيف طشقند، فرسكالا بولتافا. وعلى مستوى كرة القدم الأوزبكية هناك ساقبو من جديد عزيزي المتابع، ساقبو يصول ويجول في الغرامة ويتقدم في الدقيقة 41 بإصابة جديدة في شباك العربي. أم بصلان 2 والعربي لا شيء. بالتالي محمود جابر أفضل مدرب في سبتمبر من أكيوسل، ويوسف المساكني أفضل مدرب أفضل لاعب في دوري نجوم كيو ام بي مقدمه من كيو اس ال. في الجهه المقابله محللين برنامجنا الشهير برنامج المجلس مع الزميل العزيز خالد جاسم اختاروا خلفان ابراهيم خلفان، سلم جائزه قنوات الكاس وبرنامج المجلس بالامس الكابتن القدير ماجد الخليفي في تمرين النادي العام. سبتمبر خلص بالوديات بالمباريات الدوليه، خلص الحين احنا في اكتوبر، سبتمبر وبداية اكتوبر كان الفيفا داي، الفيفا داي القادم راح يكون في وسط نوفمبر المقبل بإذن الله تعالى. عبد الكريم العلي، هدف التعادل حين يأتي في توقيت مثل هذا بعد دقيقة أو دقيقتين فقط من الهدف اللي صاب في مرمى السيلية، هذا أمر جيد بالنسبة لفريق المدرب سامي الطرابلسي في الحفاظ على الاتزان. بالتالي الذهاب لحجرات الملابس للتفكير بذات التفكير اللي دخل فيه الفريقين المباراة من نقطة الصفر، ما حد متفوق على الآخر، تفرق حين تتقدم 2-0، وهذا الحال ينطبق على العرباوية هناك في الغرافة أمام المصنع. تمرير عبد الكريم سالم العلي، المهارات حاضرة والتمرير، كثافة عددية من لاعبي الخريطة في الخط الخلفي. عبد الله المري حاول لعب الكرة العكسية، عاد من جديد للنذير بالحاج، لم يسجل حتى اللحظة هذا الموسم. عبد الكريم سالم العلي، شوف عبد الكريم الادوار الجميله اللي من خلالها يستحق تواجده ضمن صفوف فريق المدرب فيليكس سانشيز مع منتخبنا الوطني، يستحق ارتداء قميص العنابي بما يقدمه في ارضيه الملعب. دقيقه واحده ترفع من قبل احمد الصالح او احمد صالح حكم المباراه الرابع من اشاره حكم المباراه عبد الهادي الرويلي. تلعب الكره وسط الملعب مجدي صديق، صديق الى نذير بالحاج، ضم معاهم يصبحون ثلاثه في وسط الملعب، كانهم يصبحون ثلاثه ثلاثه اربعه. لازار في موقف تسلل، حركتهم بدون كره جميله، جيب تيمور يتجه نحو الجهه اليسرى، عبد الكريم سالم يذهب الى العمق في وسط الملعب مع نذير ومجدي صديق، وبالتالي تشوف تحركات جميله للاعبي فريق نادي السيلي، وهذا الامر ممكن كان في هجمات مرتده سريعه مثل تمريره هدف رشيد تبركانين تشكل خطوره بالتاكيد على شباك فريق السيليه. الدفاع الهجومي هو الاكثر الليله لفريق السيليه. صافره عبد الهادي الرويلي، عزيزي متابع شاشه قنوات الكاس، يعلن عن نهايه احداث شوط المباراه الاول بتعادل السيليه والاخراطيات بهدف لكل منهما.
ابدا ما كان موجود. ومثل ما ذكرت جيد خلال الشوط، لكن تحس انه ما في تفاهم مع موي. مو بمساله تفاهم، مساله انك انت في المنطقه هذه توجيه الكلام يجب نفسي. انك انت تتكلم مع اللاعبين، وان اللاعبين يعني احنا يمكن في شوت اللي شاته قبل شوي تيمور، نعم. نجد اثنين رايحين لو في الاخير خدم عندهم الكوره وسدد، يعني ما في واحد يروح وواحد يغطي. هذه المشكله بالنسبه لفريق نادي السيليه ونادي الخريطيه. طبعا ننتظر الشوط الثاني شيق واهداف في هذا الشوط. طبعا الى معلق المباراه ونستمتع مع تعليق محمد السعدي، تفضل زميلي محمد. شكرا لك عزيزي كابتن عبد العزيز، وشكرا للكابتن عبيد جمعه على ما قدمتما من تحليل لمجريات شوط المباراه الاول هنا في مباراه الجوله الرابعه لدوري نجوم كيو ام بي، والذي انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين السيليه والخرطيات هنا في استاد حمد بن خليفه بالنادي الاهلي بهدف لكل منهما. شوط المباراه الثاني يبتدئ ويبدو بان هناك بالفعل تغيير لصالح فريق نادي الخرطيات بخروج اللاعب الرقم 5 في مباراه الليله بالنسبه لفريق الخرطيات، او دخول اللاعب رقم 5 احمد عبد الحي عيسى وخروج عبد العهادي نعمان، تغيير فيه صبغة دفاعية في هذه المواجهة. عودة أحمد عبد الحي عيسى إلى الخط الخلفي خط الدفاع بكل تأكيد، هذا التغيير فيه طابع دفاعي، وبالتأكيد راح يكون مكان محمود عبد الحليم اللي راح أو محمود سعد عبد الحليم اللي راح يتقدم للأمام في وسط الملعب لإعطاء أيضا صيغة هجومية في هذه المواجهة. هذا هو التغيير الأول لصالح فريق نادي الخرطيات في مباراة الليلة بنزول أحمد عبد الحي عيسى مكان اللاعب عبد الهادي نعمان، تغيير للاعبي تحت 23 عام في تشكيلة الخرطيات. نهاية الشوط الأول كانت هدف لهدف، دقيقتين من الإثارة ما بين الدقيقتين 38 و40 من زمن شوط المباراة الأول، هدف هنا للخرطيات لتبركانين وهدف هناك للسيلية عن طريق تيمور عبد الخالكوف. وبالتالي الآن بداية شوط المباراة الثالث، تحدث محللين بين شوطي هذا اللقاء عن أبرز الأخطاء في هدفي الفريقين، شاهدناهم هدف تيبر كنين وهدف تيمور خلال تمركز المهاجمين بين المدافعين، لكن الأهم حديث التوانسة في غرف تغيير الملابس بالنسبة للكابتن سامي الطرابلسي مع لاعبي الشواهين، وبالنسبة للكابتن أحمد العجلاني مع لاعبي الصواعق فيما بين شوطي هذا اللقاء. تشكيلة السيلية بمثل ما هي عليه منذ شوط المباراة الأول، في عبد الرحمن عبد العزيز في المرمى، عبد الكريم، غانم، دراغوس، حمد العبيدي في الدفاع، نذير، مجدي صديق في الارتكاز، فاغنر وفالنتين لازار وعبد الله المري خلف المهاجم تيمور عبد الخالكوف صاحب الهدف الوحيد للسيلية في هذه المواجهة. على جانب فريق الخرطيات لدينا الآن أحمد عبد الحي عيسى مع المهدي وألو غانيرو موي ومحمد عبد الرحمن أمام حارس المرمى، طبعا أحمد سفيان ومن ثم محمد سلام ومحمد عبد الرب في الارتكاز، ولدينا محمود سعد وسنجار أنور ديبا خلف المهاجم رشيد تبركانين صاحب الهدف الوحيد أيضا للخرطيات. الهدفين من المهاجمين، الأهداف بصيغة هجومية في مباراة الليلة. هنا نقل اتجاه الكرة، فالنتين لازار أطلعت الرواية هناك في الطرف الآخر لحمد العجي، رمي التماس اللعب تذهب إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس تبعد من غانم القحطاني لاعب المدافع مع المدافع الآخر غريغوري دراغوس الروماني في قلب الدفاع، خطير رشيد تبركانين حكم المباراة شي يقول الصافرة شنو؟ بلنتي خارج المنطقة، لمسة يد على تبركانين. عبد الهادي الرويلي قلنا في الثلاث مباريات الماضية الإثارة كانت حاضرة، نشوف هي لمست رشيد تبركانين، قبل ذلك لمست دراغوس. حكم المباراة في نهاية المطاف قال الخطأ على تبركانين وما احتسب ركلة جزاء. محمود سعد
هذه الضحكة عارف، هذه الضحكة ضحكة اللاعب اللي يكون يعترض على قرارات الحكم فيضحك ضحكة ساخرة وفيها نوع من من السخرية على الواقع، على واقع القرار فقط جدا مو من حكم المباراة. وبالتالي حكم المباراة عبد الهادي الرويلي ما يحتسب ركلة الجزاء، هذا تأكيد على طاولة المحللين في المجلس أو في برنامج الحكم يتكلمون عن لقطة مثل هذه، بلنتي أو مو بلنتي، بلنتي أو مو بلنتي، لكن في نهاية المطاف هو أمر لا يغير من الواقع شيء، حكم المباراة من النهاية ما حسبها بلنتي. هنا الكابتن سامي الطرابلسي، أحمد سفيان يلعب ضربة المرمى طويلة، استلام لمحمود سعد، ممكن يجد نفسه أفضل من تواجده على الجهة اليسرى كظهير، وجودك على الجهة اليسرى كجناح يحرر أنور ديبة خلف رشيد تبركانين مع سنجار ترسانوف. ضمي تماس لمحمود سعد، القضية الجدلية اللي كانت لديه في الصيف، روح العربي الأمور ما تم وعاد إلى الخلطيات، خطير الخلطيات، محمد عبد الرب داخل المنطقة بين أقدام المدافعين، تبعد الكرة، تبدأ الهجمة، الانطلاقة، عبد الله المري تقطع، كرات كثيرة مقطوعة في وسط الملعب، استلام موجود، المهدي يمرر، محمد عبد الرب يلم الكرة، محمد تأجل التسديد، محمد عبد الرب خطيرة، سنجار داخل منطقة الجزاء عبر الجهة اليسرى، خطيرة، تدخل مناسب لغريغوري دراغوس يبعد الكرة إلى ركلة ركنية لصالح الخلطيات، سنجار تورسانوف، ضغط الخلطيات يبدو أن الأول اللي تشوفه في المباراة 45 دقيقة الأولى تحفظ كثير كان للخلطيات والسيطرة والاستحواذ والأفضلية كانت سلية. اللعبة الركنية يبعد عبد الرحمن عبد العزيز إلى ركنية جديدة، يجمع اللاعبون على تركها لتذهب إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لصالح فريق الخلطيات، ركلة ركنية للخلطيات، بحث الصواعق عن هدف آخر عن التقدم، أنور ديبة يبحث عن مساحة أكبر لتنفيذ الركنية بيسرها، اللعبة في نهاية المطاف يحضر عبد الرحمن عبد الله، عبد الرحمن عبد العزيز، عبد الرحمن عبد الله الله يذكره بالخير زميل التعليم، خطيرة مرتدة، فلنتين لازار، عبد الله المري يمر من الأول، خطير عبد الله يمرر خطيرة داخل المنطقة، ومن ثم تأتي الصافرة والخطأ على فريق الخلطيات، حكم أعطى ادفانتج، خطأ على محمد سلام لعبد الله المري اللي بذل مجهود كبير لإيصال الكرة، لكن في نهاية المطاف شوف هنا المرور السليم ودخول محمد سلام على عبد الله المري، وفي نهاية المطاف خطأ. يتحصل عليه عبد الله المري اللاعب الشاب، عبد الله المري بين فريق الملكي فريق فاز اليوم على ختاف 2-1، هذا العشاق للفريق الملكي في الليغا الإسبانية، خالد الشمري زميلنا في الأداء، مدريديين اليوم أمورهم أوكي على مستوى كرة القدم العالمية، لكن بعيدا عن الليغا الإسبانية هنا لليغا كيو ام بي فيها ركلة حرة للسالية، الباحث عن هدف، تغيير يبدو لي في الأفق، محمد مدثر من مكاني هذا في كمين التعليق بالفعل راح يكون البديل القادم بديلا للاعب الشاب عبد الله المري، تحصل على الخطأ ويغادر أرضية الملعب والبديل هو محمد مدثر، محمد مدثر بدايات من الوكرة للأخوية في سنوات ماضية للعربي ومن ثم إلى السالية، سجل في لقاء الفريقين في كأس كيو اس ال، ركلة حرة لدى واجنر رينر الاختصاصي على التنفيذ، واجنر ينفذ الكرة تصطدم في الحائط تذهب إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، واجنر رينر يبحث عن أهدافه ويسجل مباراة ما سجل في المباراة الثانية ضد السد، وسجل هدفين ضد المرخي كان من نجوم الجولة. لعبة الكرة عكسية داخل المنطقة، محمد مدثر أول لمسة، محمد عبد الرحمن، سامي الطرابلسي يعطي الدافع أكثر لهجوم فريق السالية، الدافع بلاعب له قيمته في فريق نادي السالية، والتشكيلات اللي خاضها في المعسكر في الطبرقة
شمال غرب تونس، منطقة الجميلة وميزة طبرقة غير أنها منطقة سياحية مناسبة للمعسكرات لأنها تقع على بعد 30 كيلو متر من الحدود التونسية، وبالتالي أفضلية مواجهة العديد من المنتخبات في تونس والجزائر. هجوم عبر الجهة اليمنى عكسية خطيرة داخل المنطقة، حكم مباراة يقول ما فيها شيء إلى خارج أرضية الملعب. مرة أخرى ما طلعت وسط الرشيد تبركانين، في اعتراضات راح تكون موجودة. مرة أخرى خطيرة يفضل مواصلة اللعب على الاعتراض والتسديد لمحمد سلام إلى خارج أرضية الملعب. هاتها يا مخرجنا، هاتها يا مخرجنا. مست يد حمد عبيدي، لا لا ما لمست. تالي برافو عبد الهادي الرويلي. رشيد تبركانين من هناك يعترض، شوف ما لمست. كل لاعبي الخرطية تعترضون حتى محمد عبد الرب، هذا اللي كان واضح بالشاشة في نهاية المطاف. عبد الرحمن عبد العزيز فضل خيار تسديد الكرة حتى لا تحتسب بأنه أعاد الكرة، ما شفنا فيها قصده. بالتالي حمد العبيدي كان زعلان من عبد الرحمن عبد العزيز لأنه لم يمسك بالكرة وفضل إبعاد الكرة. تغييرات الشوط الثاني تعطي أفضلية هجومية، مساحة أكثر للهجوم. تأكيد التفكير مهما كانت الصعوبات، مهما كانت الأحاديث اللي تكلم عنها المدربين قبل المباراة عن صعوبة هذه المواجهة، بتأكيد الطموحات حاضرة والفوز ولا غيره واقتناص النقاط الثلاث في موقعة الليلة هو الأساس بالنسبة لكل الفريقين. تشوف الآن محمد مدثر مع لازار بالنسبة لفريق السالية، وفاجنر رينر خلف تيمور. هناك لدينا محمود سعد، أنور ديبا، وسنجار خلف التبركانين. إذن الدفاع الهجومي شعار الفريقين. بالتالي احنا قاعدين نشوف 10 دقائق في هجمات لدى كلا الفريقين على شباك الحارسين، كان أحمد سفيان أو عبد الرحمن عبد العزيز. شوية مهدي، هذه تعليمات العجلاني للمهدي الخماسي أو تهدئة اللعب. أكيد في نهاية المطاف إذا انتهت المباراة بالتعادل بالنسبة لفريق الخرطيات هي نتيجة بكل تأكيد ولا الخسارة ولا الخسارة. الصواعق في هذه المواجهة على قد تقدير نقطتين في انتظار ان تتحسن الامور في القادم، خاصه مع تالق فريق الساليه، فريق اللي احرز 6 نقاط من بوابه العربي ومن ثم من بوابه المرخيه، وبينما خساره امام السد. لكن تاكيد عن الخرطيات الاكثر هي البحث عن الانتصار الاول. نتكلم عن 72 دقيقة بدون فوز في الدوري حاليا، ضيف عليهم 45 تجاوز بكل تأكيد 300 دقيقة فريق نادي الخرطيط بدون أن يبحث عن أي بدون أن تحصل على أي انتصار. خطأ لصالح آلو غانيرو موي على محمد بندثر، تبعد بالرأس دراغوس. هنا الكرة حمد العبيدي إلى الخلف عبد الرحمن عبد العزيز، لا يسدد الكرة بالشكل المطلوب. حراس في كثير حراس العالم عندهم مشكلة مع إبعاد الكرات، ترجع للكرة تربك حساباته. تالي واضح منهم عبد الرحمن محمد عبد العزيز. اللعبة الكرة من المهدي، فاجنر يعود إلى الخط الخلفي للمشاركة بالشق الدفاعي. تيمور خاطئ على محمود سعد، خطأ على محمود سعد صالح مجد صديق. 1-1 بين السارية والخرطيات، نتيجة آخر مرة كانت موجودة في مواجهات الفريقين قبل 7 سنوات وفي أكتوبر وفي أكتوبر 28 من أكتوبر 2010 كانت 1-1. هنا التسديد، الله فاجنر رينر
كان يبحث عن هدف ثاني يكسر به التعادل، لكن أحمد سفيان بيده اليمنى يبعد الكرة ويحولها إلى ركلة ركنية. فاغنر يمارس هوايته بالتسديد من بعد، أحمد سفيان يتألق في الكرة الماضية وينقذ الموقف. فرصة تصبح النتيجة 2-1 للسيلية، يقف في وجه أحمد سفيان. كل يعدل زاويته لتنفيذ الركنية. مجد صديق أو نذير بالحاج على التنفيذ. نذير يلعب على القائم القريب، تبعد الكرة من محمود سعد من جديد إلى نذير. نذير تقطع الكرة، خادم من سيدان الفرنسي، مرتدة سريعة بركانين خلف المدافعين، لكن عبد الرحمن عبد العزيز يخرج من مرمى. نعم عبد الرحمن عنده مشكلة إبعاد الكرة بالقدم. حامد العبيدي أعلى من تبركانين، عاتل محمود سعد، خرطيات راح يحاول اقتناص المرتدات، وخطأ على غانم القحطاني. خطأ على غانم القحطاني، بطاقة صفراء على نذير بالحاج. نعم برافو عبد الهادي الرويلي. هذه اللقطة إذا كانت جابتها كاميرتنا ليش انعطى نذير بالحاج كرت؟ أنا شايفها طبعا. دفع وشد معاه لاعب وأوقع على أرض الملعب بدون كرة، وبالتالي استحق بطاقة صفراء نذير بالحاج. ركلة حرة. سنجار ترسنوف على القائم البعيد موي، وخطأ لصالح حارس مرمى السيلية عبد الرحمن عبد العزيز. زوز هو الذي يقع على أرضية الملعب، خطأ لصالح حارس مرمى السيلية، والأخبار تأتي من ثاني بالجاسم في الغرافة. هاتريك ليانك ساقبو، هاتريك للعاجي يانك ساقبو في شباك العربي بعد 60 دقيقة. تونسي هناك يخسر، وتونسيان هنا متعادلان. محمود جابر يواصل التألق مع فريق المصلان. هنا الخطأ، أيوة برافو برافو مع مخرج النقل. نعم نذير بالحاج سحب المهدي الخماسي. نذير بالحاج أيام الجميلة مع الخضر الأفناك، منتخب الجزائر راح يغيب عن المنتخب، ما قدم تصفيات مثالية. خطيرة داخل المنطقة تبعد. الجيل الجديد رغم أن في لاعبين بارزين على مستوى كرة القدم العالمية لكنه لم يقدم تشكيلات أو تصفيات مميزة. الجيل الحالي في تونس والمغرب ومصر يقدم تصفيات رائعة جدا لكرة القدم العربية. داخل المنطقة أحمد عبد الحي عيسى يبعد الكرة، بداية هجوم سريع. سنجار تورسانوف يمرر الكرة بسن الحذاء، خطيرة إلى أنور ديبا يتقدم رغم تغطية مجدي صديق. شوف لاعبين على لاعب. غانم هداف برسينج جميل يبعد فيه الكرة، تكلينج رائع. كرة تذهب إلى رمي التماس، أنور ديبا. ديبا عبد الرب، يا سلام المهارات الرائعة للاعبي الخلطيات عكسية. تبركانين ما لبست معه، ما لبست مع تبركانين لاعب الخلطيات، وذهبت بهذا الشكل سهلة في أحضان عبد الرحمن عبد العزيز حارس مرمى السيلية. ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة. بركانين ما استثمر هذه الكرة، تسديدة كان ممكن تعمل خطورة كبيرة، نسبة الهدف فيها عالية بالنسبة للخلطيات. 59% السيطرة للسيلية، 41% للخلطيات. محمد مدثر، خطأ على محمد مدثر. نتيجة تبقي الخرطيات عاشرا بنقطتين وتصعد بالسالية للسبع نقاط، لكنها تبقي رابعا لأن أم صلال فايز، وبالتالي أم صلال هذه الليلة سيتنعم قليلا بصدارة الترتيب بعشر نقاط. انتظار مواجهات الغد، في ثلاث مواجهات المهمة في بطولة دوري نجوم قطر، دوري نجوم كيو ام بي الاسم الجديد، ابرز المباريات فيها. محاولة التقدم، سد قطر، المرخية، الحيل والاهلي هي المباريات الابرز سهرة الغد.
تلعب نذير سنجار تعود إلى مدافع السالية غانم هداف مرة إلى مجدي صديق مجدي يقترب أكثر من غانم هداف ليستلم الكرة حمد العبيدي مجدي الآن يقترب من لاعبي وسط الملعب يتحصل على الكرات بسهولة فاغنر يمر لحمد العبيدي يلحق ما يلحق حمد يلحق بالفعل برافو حمد العبيدي برافو لاعبنا الشاب يمر الكرة لمحمد بدثر يمر بشكل خطير محمد بدثر يلعب الكرة عكسية وصل على الطريق الأزرق الله المرور هذا نص الهدف عالطاير بوم في شباك مرمى الحارس احمد سفيان شوف الاعاده بنهايه المطاف الساليه يعول النتيجه 2-1 يقلب الطاوله على فريق الاخراطيات شوف شوف يا سلام يا واجنر رينر رابع اهدافه في الموسم الحالي نعم اربع اهداف تيمور واجنر رينر حكايه كرويه باسم السالية في الموسم الحالي نهود قليلا لنتذكر ما قلناه في وسط هذه المواجهة في وسط شوط المباراة الأول أو بالتحديد في الووتر بريك في الووتر بريك تحدثت عن ما قاله فاغنر رينر في مقابلة مع استاد الدوحة عن مدربه سامي الطرابلسي قال وجد الطرابلسي وجود الطرابلسي كان حافزا قويا لي لاستمر موسمين مع الفريق وهو من افضل المدربين الذين عملت معهم طوال مسيرتي انا سعيد للغايه بالعمل تحت قيادتي لانه يعرف قدراتي ويوجه لي النصائح دائما نعم بالفعل واجنر رينر يعطينا لماذا هو مستمر مع السياليه ومع هذا الرجل المتواجد على الخطوط الكابتن سامي الطرابلسي نعم برافو اعطيني على الكلام وبالتالي واجنر رينر ليش موجود مع الطرابلسي؟ روانه بالهدف اللي سجله وبالاهداف التي يسجلها من خلال الموسم الحالي مع فريق نادي السيليا صارت 2-1 صارت 2-1 شوف كرة تبر كانين تضيع ثم تستقبل بنفس الطريقة ولو ان تبر كانين كان اقرب للكرة مقارنة بواجنر كانت الكرة بعيدة لكن قوة تسديدة واجنر رينر ذهبت أقصى الزاوية اليمنى لحارس المرمى أحمد سفيان آخر مرة 2-1 للسيالية في مواجهات الفريقين كانت في 2016 فبراير في مسابقة الدوري آخر مرة فاز السيالية 2-1 هجوم للخرطيات محمود سعد تقطع الكرة نذير بالحاج حمد العبيد صارت أربعة فبصل نذير بالحاج يراوغ في منطقة صعبة تسدد الكرة خارج أرضية الملعب نذير بالحاج يلعب بالنار في اللقطة الماضية أنور ديبا كاد أن يستغل ذلك شوف الإعادة أنور ديبا انتظر قليل وحولها لتمر كريم كان ممكن شوف نذير يعتذر حلو لما يكون الاعتذار يعني بخطأ ما أسفر عن شيء الكرة ذهبت إلى ركنية العجلاني والتوجيهات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المباراة. الخرطيات مو حمل الهزيمة الثالثة. محمود سعد على التنفيذ. اللعبت. تبعد من عبد الرحمن عبد العزيز. تسدد بهذه الطريقة من أنور ديبة. تعود مرتدة سريعة للسالية. هجوم فلنتين لازار. يراوغ أحمد عبد الحي سينطلق أحمد عبد الحي أمام أنظار حكم المباراة عبد الهادي الرويلي. شو يقول عبد الهادي الرويلي؟ شو يقول عبد الهادي الرويلي؟ يقول احمد عبد الحي تعال باقيين ابعدوا انت يا احمد عبد الحي تعال وبطاقه حمراء نعم بالفعل اللاعب الذي لم يمضي في المباراه اكثر من 22 دقيقه يتلقى بطاقه حمراء الاخراطيات مو ناقص الاخراطيات مو ناقص لكن شوف الكونتر اتاك السريع لم يجد حلا سوى
عرقلت فلنتين لازار بهذه الطريقة بشد القميص. والله مشى له متر مترين ويسحب في فلنتين لازار، وبالتالي كانت واضحة وصريحة. والخلاطيات راح يكمل المباراة هذه بعشرة لاعبين خارج أرضية الملعب. يا دوب 22 دقيقة، يا دوب مرت علي 22 دقيقة. صوت أبو وصيل. وبالتالي فلنتين لازار ينجح في إخراج لاعب من فريق الخلاطيات. الخلاطيات يعاني، خسران 2-1، منقوص 10 لاعبين. التعادل راح يكون بالنسبة له نتيجة كبيرة في ظل هذه المعطيات في هذه المباراة. الخلاطيات غير، نتكلم عن منطقة ظل الخلاطيات لها في قلبي مكان. شباب الخلاطيات غير، هل الخلاطيات غير، كل منطقة في دولتنا الحبيبة قطر غير، بس الخلاطيات لها في القلب مكان. لكن فريقها على مستوى الدوري يعاني الخلاطيات حتى على مستوى الموسم الحالي. تغييرات المحترفين في الخلاطيات، محترفين، محترف هو آلو جينيرو اللاعب الذي يستلم الكرة، موي آلو جينيرو أو موي، وعودة محمود سعد، وكان المفروض يكون في بالنسبة للاعبين أحمد سفيان عاد للفريق، وعلي علوب من السيلية وغير موجود لا في التشكيل الأساسي ولا الاحتياطي في مباراة الليلة. هذه فقط تغييرات الخلاطيات، بالتالي واقع الخلاطيات في الموسم صعب. لما أنا ما أقدر ألوم المدرب أحمد العجلاني، لعب ودية في الدوحة مع العربي، خسر 2-1 قبل الموسم، خسر من قطر 2-1، في معسكر صبنجة خسر 4-1 من اتحاد العاصمة الجزائري، فاز 2-0 على قرقس كوي التركي، وخسر من القادسية الكويتي 3-1، وفي الدوحة عاد وفاز على الأهلي 1-0 في الودية. رغم ذلك كل المعطيات، دكة البدلاء للخلاطيات ما تمتلك اللاعب. ولا التحية طبعا للموجودين سعود ناصر وعبد الله العنزي، عمان مصبح اللاعب الخبرة، عبد الهادي النعمان، أحمد حسين السادة متواجد، عبد الهادي النعمان طبعا وكان من البدلاء طبعا هنا مع وقوع حارس المرمى عبد الرحمن عبد العزيز. شوف الكرة هنا كانت مطالبة بركلة جزاء لآلو جينيرو موي. عبد الكريم الشمري، هذا وضع الخلاطيات، هؤلاء الموجودين بحاجة ماسة. إلى تغييرات في مفاصل الفريق على مستوى اللاعبين، أراد على الأقل التقدير الصمود في دور النجوم، ما كانت انتدابات بشكل، حتى في آخر إغلاق الميركاتو المحلي. هنا عدت الكرات، شوف كيف مررت، شوف حمد، شوف عزيز المتابع، قبل كرة محمد مدثر، تذكرون حمد العبيدي كيف لحق بالكرة قبل أن تتجاوز خارج أرضية الملعب؟ كرة القدم تعتمد على الجزئيات الصغيرة، وحمد العبيدي لحق بالكرة اللي كانت بتطلع من أرضية الملعب ومررها لمحمد مدثر اللي راوغ أخذ متر للأمام، سمح لنفسه بعمل عكسية على طبق من ذهب للقادم من الخلف واجدن رينر اللي لعبها على الطاير بشكل مثالي في المرمى، يعلن معها هدف فريق نادي أسعد. هذا اللي كنا نتحدث عنه بين السيلية الاخراطيات. هل السيلية يقدمون كرة قدم مثالية في الموسم الحالي؟ استقرار على المستوى الإداري، اللورد مو مقصر في قيادة هذا الفريق، الإداريين أيضا مميزين تكون من الخبرة أشياء الكثير، مدرب بقيمة سامي الطرابلسي، حلم مشترك بين إدارة السيلية وسامي الطرابلسي، الحلم هذا ما زال مستمر منذ 4 مواسم مع هذا المدرب. قدم كرة قدم مميزة السيلية في الدوري في البطولات، تحول من حصان أسود يفاجئ الفرق إلى فريق يقدم كرة قدم رائعة بشتى المقاييس في دوري نجوم كيو أم بي، واحد في وجهة نظري من الخمسة الأفضل مع الريان مع مصلال بالإضافة للسد ودحيل. نتكلم فقط عن 4 جولات، يعني السيلية من الفرق اللي تمتع
تستمتع مع السيري، تشوف مباراة للسيري تستمتع، تنبسط بالأداء الجميل، الأداء المثالي والتجانس الموجود. محمد مدثر تغيير بلا شك مثالي في شوط المباراة الثانية، لأن هذا الرجل عمل أسست الهدف الثاني في مباراة الليلة. تبعد من أرجنال روموي، نتكلم عن السيرية في معسكر طبرقة، لعب 6 مباريات منها 4 مع أندية جزائرية، 4 اللي لعب معاه كلها أندية جزائرية. كان الدوري التونسي على الأبواب، تل الأندية الجزائرية هي من أعدت السيرية للاتحاد الحراش، دفاع تجنان وبن عكنون واتحاد عنابة. مباراة اللي لعبها السيرية في المعسكر، 3-0 على الحراش، 4-3 على الدفاع، 2-2 مع بن عكنون، واتحاد عنابة خسر منه 2-0، وآخر مباراة كان مع فريق تونسي وهو الهلال الشابي فاز عليه بهدفين مقابل لا شيء. بالتالي كل الأمور حتى اللحظة في مسيرة السيرية تعتبر مثالية في الدوري، حتى اللحظة في هذه المباراة، لأنه هو الذي يتقدم قبل ربع ساعة من الختام. تمرر الكرة حمد العبيدي، محمد مدثر، وانتم بشكل جميل مع مدثر. حمد العبيدي خطأ على محمود سعد، واضح خطأ على محمود سعد. محمود سعد يقول ما في شيء، محمود سعد يقول لك ما في شيء، صواعق حتى اللحظة غير قادرة إطلاق صواعقه في أرضية الملعب، غير قادرة على إعلاء كعبه الأعلى في مباريات الفريقين. والووتر بريك حاضر من جديد في شوط المباراة الثاني، صافرة عبد الهادي الرويلي، وأنا نائب رئيس نادي السيرية سيد علي بن راشد المري في أول مهمة لك كنائب رئيس. وهذا الرجل الذي يوزع المياه هو الأخصائي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، غير الكيكة اللي كانت موجودة في فندق موفنبيك، لن يجد أفضل من هدية تقديم الثلاث نقاط. تحدثنا عن السيد علي بن راشد المري في أول مهمة له كنائب رئيس بعد بل أن انتخب الجمعية العمومية بالنسبة للنادي السيرية، لأن يكون نائب رئيس النادي هذه أول مباراة له وهو نائب رئيس. حتى اللحظة فريق يتقدم 2-1، هذا الرجل ما زال يواصل التوجيهات، الكابتن أحمد مالك العجلاني، حاول أن يستعجل اللاعبين للعودة للمباراة والتعادل، خاصة أن الفريق كان متقدم في الدقيقة 38 بالشوط الأول قبل أن يعود السيرية ويقلب الطاولة في شوط المباراة الثاني. هدف في الشوط الأول، هدف التقدم في شوط المباراة الثاني، مع أخذ قسط من الراحة بالنسبة للاعبي الفريقين. المدرب أحمد العجلاني مسيرة لنادي الخرطيات، سبقه على مستوى التدريب أسماء بارزة خاصة من المدربين الفرنسيين برنارد سيموندي، برتران مارشان، لوران بانيد المدرب الحالي لنادي الخور، البوسني السابق عمار أوسيمو، مدربين عرب أيضا ياسر السباعي، كابتن أيمن منصور المدرب الحالي للمرخية، والمدرب مختار مختار. هنا السيرية، وهل السيرية يتابعون؟ المري العذبة يتابعون الأمور في المدرجات في انتظار أن تستمر الابتسامة. 30 متر يفصل الاختصاصي والمتألق والهداف فاغنر رينر عن شباك مرمى الحارس أحمد سفيان، ينضم إلى قائمة الهدافين الأربع أهداف اللي سجلها تيمور وفاغنر رينر. لعبة الكرة الركنية تبعد من ألو جنيرو موي، ضموا إلى يوسف العرب. شوف الكرة لعبت بهذا الطريقة وسباستيان صور تذهب إلى ركنية، مكاسب كبيرة حتى اللحظة للسيرية من هذه المباراة، وصول للنقطة 9 على الفوز، صدارة الهدافين لدى لاعبين، عودة من بعد أيام الفيفا ببداية إيجابية. لعبة الركنية،
تبعد. صارت هناك مردك مردكيان سجل العربي، صارت 4-1، صارت 4-1 بالمصاب العربي، نتيجة كبيرة على العربي. يلا ما راح تكون مر بسهولة لقيس اليعقوبي. كرة لعبت أحمد سفيان تبعد الكرة. سامي الطرابلسي في وضعية أفضل بالنسبة لبقية التوانسة. إخواننا من تونس الخضراء مدربين دوري النجوم كيوم بي. هي صعبة لقيس اليعقوبي، 3 نقاط فقط في الدوري، نقطة واحدة للمدرب. هنا الكرة خطيرة للعجلاني، شي يقول يقول ما في أي شيء. محمد عبد الرحمن، المؤمن محمد عبد الرحمن قدم لامست قدم محمد مدثر، لكن محمد مدثر بعد قنعنا بالطيحة. راية حمد العجي، أنظار الحكم أمام أنظار الحكم تكون الطيحة عادية، كان يقدر يكمل بالكرة. الرمية مختلفة، شوفوها محمد مدثر قدمه ذهبت إلى ركبة محمد عبد الرحمن، ذهبت لقدم البرازيلي. الأمام أنظار عبد الهادي الرويلي، هذه ما هي فيها ركلة جزاء، وبالتأكيد ما فيها ركلة جزاء. في لاعبين في مغافلة الحكام والحصول على الركلات الجزاء، حتى الحكام يخشونهم. لاعبين لا ما يعرفون يمشون على الحكم، ما تمشي على الحكم. قتالية لحمد العبيدي، لاعب مميز حمد العبيدي، استمرارية على هذا المستوى. حمد العبيدي لغانم هداف القحطاني، من أو عبد الكريم سالم العلي من اللاعبين المحليين الشبان، ممكن يكفل لهم الوصول بإذن الله تعالى يوم من الأيام إلى العنابي. كريم العلي متواجد حاليا، غانم هداف لاعب مميز في قلب الدفاع، حمد العبيدي كظهير أيمن. غانم يقطع الكرة، حكم يعطي فيها الأدفانتج. محمد مدثر يفكر يسدد، محمد يسدد، أرضية سهلة إلى خارج أرضية الملعب. فاجنر على اليمين، تيمور على اليسار، كانوا يبحثون عن الكرة أكثر. شوف هنا من فاجنر أقرب بالتأكيد، كرة محمد مدثر ذهبت بهذا الشكل. هذا أحمد عبد الحي عيسى يتواجد خارج أرضية الملعب، زاد من هزمة فريقه بالبطاقة الحمراء المباشرة الليلة. اليوم في بطاقات حمراء مباشرة، واحدة في مباراة الغرافة والخور على الكومنت أمين حارس مرمى فريق نادي الخور في أول مباراة له مع الخور في دوري نجوم كيوم بي بعد أن انتقل من الدحيل. لا في كاس كيوس، لكن اليوم أول مباراة تنال بطاقة حمراء مباشرة وخسر الخور. محمد مدثر بالكعب، الغرافة اليوم حقق أول انتصار، الغرافة حقق اليوم أول انتصار. تغيير عبد الله العنزي، عبد الله العنزي الشاب اللي سجل هاتريك في لقاء الفريقين في كأس كيو اس ال بديل لمحمد عبد الرب. هل ينجح عبد الله حسين العنزي رغم الظروف رغم اللعب 10 لاعبين في استمرار او استثمار فرصة التواجد في مباراة بهذه القيمة لإعادة النقاط او إعادة نقطة واحدة على اقل تقدير الاخراطيات في هذه المواجهة؟ كان اخراطيات لدغة من ماديسون في مباراة الخور في الدقائق الأخيرة، فهو يريد ان يقوم بهذا الدور مع امام السالية. تلعب الكرة، الاستلام داخل منطقة للبديل العنزي، يمررها النذير بالحاج. وقت الدقائق القادمة للخلطيات، لأن ليس لدي ما يخسره لكي يعدل النتيجة بالنسبة لفريق نادي السالية. سيبحث عن تأمين النقاط 3، ولو سجل هدف ثالث فسيكون بذلك أمن على 3 أهداف مع 3 نقاط في المباراة. يستمر بقوة هجومية في الدوري ويستمر بحصد النقاط. تلعب الكرة خلف المدافعين، حمد العبيدي قبل أن تصل إلى رشيد مجدي صديق، نذير مدثر في الاستلام، فاجنر. شوف اللعب أريحية بالنسبة للسالية، التوسع في الملعب، مجدي صديق، واجنر العبيدي، تمريرات بين لاعبي فريق السالية في الخط الخلفي. نذير عبد الكريم
يتقدم عبد الكريم، يمرر الكرة لفاغنر رينر، فاغنر يفكر بالتسديد، يجد المسافة بعيدة، يؤجل، يمرر لنذير، وسط خطيرة لازار، لازار يلم الكرة ويسدد، أحمد سفيان عادت من جديد، فاغنر في المرمى، الله! يا له من امتياز لكابتان فريق الخرطيات في شوط المباراة الثانية. أحمد سفيان شوف الإعادة، واحدة من لازار ومن ثم واحدة من فاغنر، التعلق والامتياز في اللقطة الماضية هو لصاحب الرداء البرتقالي حارس المرمى أحمد سفيان. برافو أحمد سفيان، تركيز عالي في الكرة الماضية، تصدي رائع لهذه الكرة وبالتالي تذهب إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية، ركلة ركنية، السالية، نذير بالحاج يبعض على رأس فاغنر، يلعب الركنية أحمد سفيان قبل أن تصل إلى فاغنر. بالفعل أحمد سفيان يلعب الكرة طويلة بالأمام فقط، سنجار تورسانوف بين حمد العبيدي وغانم القحطاني، تلعب الكرة على جنيرو موي، رقم ثمانية أنور ديبا، موي، أحمد العجلاني، يولول أحمد العجلاني، يعاتب لاعبيه بشكل كبير جدا. شوف التسديدات، 6 من 10 اون تارجت للسالية، 3 من 4 اون تارجت للخرطيات، 6 ما بين الخشبات، وكل تسديدات الخرطيات 4، 3 منهم ما بين الخشبات. هذا دلالة على الأرقام كلها مع الفوز تصب في صالح السالية. لعبت الكرة، نقلت اتجاه الكرة بشكل جميل من مجد الطول على اللاعب فالنتين لازار، الطول على لازار، تلعب بالكعب بشكل جميل، الهجوم هنا الآن يسدد أحضان أحمد سفيان فاغنر من جديد. هذه التسديدة 7 ما بين الخشبات من أصل 11 تسديدة للسالية، هي دلالة على دقة لاعبي السالية، أكبر قدر ممكن من تسديداتهم تصل ما بين الخشبات الثلاث، عدد كبير من التسديدات التي تسدد من قبل لاعبي السالية. تلعب الكرة، إلى الخلف، طويل الأمام بالنسبة للاعبي فريق الخرطيات، الاستلام موجود لعبد الله العنزي، تقطع الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، سامي الطرابلسي يتابع المشهد من مكانه في كابين التعليق، هذا المشهد التونسي على الخطوط بأريحية، وأحمد العجلاني ما زال يواصل التهديد، هنا كرة لازار، تصدي أحمد سفيان ومن ثم كرة فاغنر، أيضا تصدي لأحمد سفيان. تلعب الكرة، استلام فاغنر، طول على الكرة، تذهب إلى المهدي، الخماسي يلعب الكرة، سنجار يمررها، تصل إلى أنور ديبا في وسط الملعب بالتحديد، رشيد تبركانين إلى محمود سعد عبر الجهة اليسرى، تبركانين شوف أمامنا في الشاشة لاعبين من الخرطيات، بين 5 6 لاعبين في فريق نادي السالية. عبد الله العنزي يقع على أرضية الملعب، وبالتالي خطأ يحتسب حكم المباراة عبد الهادي الرويلي على غانم القحطاني، خطأ على غانم القحطاني، نلعب في الدقيقة 88، السالية 2 الخرطيات 1، وآخر دقيقتين قد تكون هذه الكرة الفرصة الأخيرة للخرطيات، أو من الفرص الأخيرة، خاصة وهي كرة ثابتة ممكن أن يستثمرها فريق الخرطيات في مباراة الليلة للعودة بتعادل من منطقة الهلال. على التنفيذ، ديبا بيسرى أم سنجار بيمناه، ديبا يترك الكرة يمنى، سنجار تصطدم بالحائط، عادت من جديد، تسدد بهذه الطريقة سهلة في أحضان عبد الرحمن عبد العزيز من قبل محمود سعد. شوف العادة، سنجار
براس دراغوس قلب دفاع فريق نادي السالية. مجدي صديق، نذير بالحاج، امتياز اللاعبين في وسط الملعب بصراحة يقدمون نذير ومجدي دور كبير لوسط ملعب فريق نادي السالية على الشقة الدفاعي. أيضا في بداية الهجمة حمد العبيدي، نذير، حكم المباراة يقول ما في أشياء، الآن يحتسب يقول في أشياء، فيها خطأ على نذير بالحاج. دخل على سنجار تورسانوف، خطأ لصالح الأوزبكي، خطأ لصالح الأوزبكي. وصلنا للدقيقة الأخيرة من زمن هذه المباراة. على الخط أحمد صالح ينتظر دقائق الوقت بدل الضائع من الحكم عبد الهادي الرويلي. تلعب عبد الكريم العلي، دور دفاعي أكثر في شوط المباراة الثانية. الهجوم كان لحمد العبيدي، فاغنر، فاغنر يبدأ الهجمة، يبحث عن فالنتين لازار في التمرير، فالنتين يفرد بالمرمى، طول الكرة تصل إلى أحمد سفيان، تصل إلى أحمد سفيان، استلام موجود، خطأ لصالح عبد الله العنزي. لعبة الكرة أنور ديبة، تمرر المهدي إلى أنور، أنور يمرر خلف المدافع إلى رشيد تبركانين، تغطية حمد العبيدي وخطأ على حمد العبيدي مع رفع أحمد صالح لدقائق الوقت بدل الضائع تحتسب بثلاث دقائق. خطأ من جديد لفريق الخرطية، تبركانين، خطأ الأول في الضربة الحرة كان على حمد العبيدي، الخطأ الثانية أيضا على حمد العبيدي، هذه المرة في الجهة المقابلة. يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي، إلا فاول. هذه من قراية الشفاه عبد الهادي الرويلي يقول حمد العبيدي إلا فاول. حمد العبيدي قال مو فاول، قال له إلا فاول، إلا فاول للخرطيات على تنفيذ المغربي أنور ديبا. ديبا يبحث عن التعادل للخرطيات، عبد الرحمن عبد العزيز يبحث عن تركيز أكثر، ديبا ينفذ الكرة، الله، أضيع الكرة الماضية. شوف أنور ديبا سنتيمترات قليلة جدا عن شباك عبد الرحمن عبد العزيز، شوف اصطدمت بأحد لاعبي الخرطيات يبدو لي، ومن ثم إلى خارج أرضية الملعب، تغيرت، اتغير مكانها. شوف بالفعل محمد عبد الرحمن وذهبت قليلا بجوار المرمى، بالفعل اصطدمت ومن ثم إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى، ضاعت فرصة تعديل النتيجة للخرطيات بعشرة لاعبين يلعب في مباراة الليلة. مجدي، الاستلام محمد عبد الرحمن لأحمد سفيان، أحمد سفيان طويلة، استلام من رشيد تبركانين، محمود سعد طويلة من محمود سعد بلا عنوان، لا هي اللي راحت لتبركانين ولا هي اللي راحت لأنور ديبا، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، رميد تماس لصالح فريق السالية. اللعبة رمي التماس، تيمور يحاول المرور، تدخل محمد سلام إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، خلاص آخر نصف دقيقة على نهاية المباراة. سامي الطرابلسي يتفوق هذا الموسم على زملاء من المدربين التوانسة، أول جولة على اليعقوبي ورابع جولة على العجلاني مع فريق السالية. تمرر الكرة فاغنر لحمد العبيدي، الطول تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى، أحمد سفيان لعب الكرة أسرع من ذلك لأن خلاص ما في وقت. وبالفعل صافرة حكم المباراة عبد الهادي الرويلي تعلن عن نهاية أحداث هذه المواجهة بين السالية والإخلاطيات بانتصار ثمين للسالية بهدفين مقابل هدف سجل الإخلاطيات رشيد تبركاني في الدقيقة 38، تيمور عبد الخالقوف عدل في الدقيقة 40 قبل أن يسجل فاغنر رينر في الدقيقة 65 هدف الانتصار للسالية يرفع رصيد السالية إلى